خسارة مالية كبيرة تعرضت لها اليابان نتيجة تأخير ألعاب طوكيو الأولمبية، قدرت كلفتها بمليار وتسعمائة وعشرون دولار لتأخير عام واحد فقط، لكنها ليست الخسارة الوحيدة. ومنظمو ألعاب طوكيو قدروا تكلفة الإجراءات المضادة لكوفيد 19 للدورة التي أعيد ترتيبها العام المقبل ب 960 مليون دولار، وبلغت آخر ميزانية رسمية في عام 2019 12.6 مليار دولار.